كبيرة، يبقى حصل ثيكنينج للزبس كيراتين بقى زيادة، بدأ يعمل بابيلاري بروجكشن. الشكل ده نورمال في السكين ولا حاجة ابنورمال؟ لا ده ابنورمال. الشكل ده نوع من انواع التيومرز، ده بناين تيومر بيحصل في الجلد اسمه سكويمس سيل. هو ايه اللايننج بتاع السكين نوع ايه؟ سكويمس. فده نوع من انواع التيومر بيحصل سكويمس، اسمه سكويمس سيل بابيلوما. اسمه ايه؟ سكويمس سيل بابيلوما. بابيلوما لانه عمل بابيلاري بروجكشنز. فين البابيلاري بروجكشنز؟ اللي هي يبقى شريحة الجلد اللي فيها بابيلاري بروجكشن على طول بتبقى سكويمس سيل بابيلوما. عرفتوها ولا لا؟ طيب عايزين نبص على شوية حاجات تحت كده. دول ايه؟ ده ايه؟ الجلاند اللي هي بيبقى لونها خيل، الخلايا بتاعتها بيبقى لونها فاتح لان فيها اكرازات دورية في الجلد اسمها ايه؟ سبيشس جلاند. دي ملهاش اي علاقة بالتيومر، حاجة نورمال شوفها في الجلد مفيهاش اي مشاكل خالص. كويس؟ طيب وده ايه؟ المنطقة المدورة الفاضية دي عبارة عن ايه؟ ده هير فوليك. كويس؟ طب ودي ايه؟ هير فوليك برضه اهي، هير فوليك بس مقطوعة كروس سكشن. كويس؟ هير فوليك اللي هي الممبر بتاع الشعر، لو اتقطع راوند كروس سكشن هتبان راوند بالشكل ده. تمام؟ يبقى كل دي ستراكشرز نورمال. اتفقنا بقى الشريحة دي اسمها ايه؟ اسمها سكويمس سيل بابيلو. عرفناها ازاي؟ الجلد بيبقى تخين جدا، بيبقى الكيراتين طبقة تخينة قوي، بيبدا يكون بابيلاري بروجكشن، يعني بيعمل صوابع اليفيتد زي ما انتم شايفين. الاولانيه كان اسمها ايه؟ الاولانيه اسمها اكتيني ماكروز، والثانيه اسمها سكويمس سيل بابيلو. كده احنا شفنا شريحتين في السكين. شوف الشريحه رقم 3 كده، دي السلايد يعتبر يعني سخيف شويه. طيب مبدئيا انتم شايفين ايه؟ شايفين ايه؟ نقط زرقاء دي انفلاماتوري سيلز. فعلا اه في انفلاماتوري سيلز، في انفلاماتوري سيلز صح، نقط زرقاء كتير كده اه في انفلاماتوري سيلز. في حاجه ثانيه مميزه في السلايد ده، ليه؟ ايه رايكم؟ ايه رايكم؟ اللون الاحمر ده ايه؟ خلي بالك لون احمر مش بينك، اللون الاحمر ده ايه؟ يبقى ار بي سيز. كويس؟ يبقى خلي بالك احنا بنتكلم في شريحه هايلي ماسكولر. طيب ال يبقى معناها في عندنا كميه بلاد فيسل كتير. شايفين الكافيتيز اللي موجوده دي؟ شايفين يا اولاد الكافيتيز الفراغات اللي موجوده اللي انا حطيتها في النص ديت؟ الكافيتيز اللي متحدده دي، في كافيتيز عندنا فيها ار بي سيز اهي. شايفينها؟ او كافيتي وجواله الاحمر فيه ار بي سيز. وفي كافيتيز ثانيه فاضيه، الكافيتيز اللي موجوده كتيره ولا قليله؟ كويس، يبقى انا عندي كافيتيز فيها ار بي سيز. وعندي مساحات لونها بينك عباره عن فايبر تيشو. وزي ما انتوا قلتوا في نقط زرقاء في انفلاماتوري سيلز. مين التيشو اللي بيبقى بيكون انفلاماتوري وفي كميه من الفايبرس تيشو؟ جرانيوليشن تيشو. يبقى الشريحه دي اسمها ايه؟ جرانيوليشن تيشو. يبقى الجرانيوليشن تيشو تحت الميكروسكوب عباره عن ايه؟ عباره عن كابيلاريز وانفلاماتوري سيلز ومساحات لونها بينك من الفايبرس تيشو. قادرين تميزوا المساحات اللي لونها بينك بتاع الفايبرس تيشو ولا مش قادرين تميزوها؟ اللي في النص ده ايه ولا ايه؟ اللي في الوسط ده ايه؟ ده كابيلاري كبير اهو. كويس؟ اه بس لا 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 اه لا محدش يطلع قدام، محدش يجيب اخ يطلع لي قدام، انا رحت على زمايلي. خلاص يبقى عندي ده، دي ده كابيلاري كبير في ار بي سيز، والنقط الزرقاء دي كلها ليمفوسايتس. المساحات اللي لونها بينك ده فايبر تيشو. قادرين تميزوا المساحات اللي فيها فايبر تيشو؟ قادرين نميزها، مساحات كبيره ولا صغيره؟ لا مساحات كبيره. لان هو اصلا الهدف من جرانيوليشن تيشو يعني هو ده اول مرحله من مراحل الايه؟ الفايبروسس. عشان كده الفايبرس تيشو مكون اساسي من مكونات الجرانيوليشن تيشو. اتفقنا؟ يبقى الشريحه دي اسمها جرانيوليشن تيشو. لحد دلوقتي شفنا كام في السكان؟ شفنا ثلاثه اللي هم مين؟ اكتينو مايكوزس. وعرفناها ازاي؟ عرفناها ازاي؟ فكروني عرفناها ازاي؟ بقعه زرقاء كبيره الشريحه بعدها اسمها ايه؟ سكويمس سيل بابيلوما. عرفناها ازاي؟ بابيلاري بروجكشن وجلد متخين. اللي بعدها اسمها ايه؟ جرانيوليشن تيشو. عرفناها ازاي؟ مليانه كابيلاريز وفيها مساحات فايبرس تيشو كبيره مش صغيره. طيب نبص على الشريحه اللي بتلخبط. ايه رايك يا ولاد؟ ايه رايك؟ قولوا لي شايفين، عايزين نوصف اللي احنا شايفينه، ما تقولوليش ايه بس ده ايه ده؟ طب خلاص انا اصلا كده كده قايل لك ان هو سكيل ماشي. ايه دول؟ شايفين ايه؟ كابيتال صح؟
طيب كابلز كتير دول عباره عن نيورال كابلز. شايفين الكابلز دول كتير قوي صح؟ قادرين تميزوا مساحات فايبرس تيشو كتيره في الليجن ده؟ لا. اللي فات الجرانيوليشن تيشو كان فيه كابيلاري ومساحات كبيره من الفايبرس تيشو. الليجن اللي احنا شايفينه دلوقتي الهدف الاساسي من الليجن ده انه يعمل كابيلاريز. فانا قادر اشوف ان في كميه كبيره من الكابيلاريز وكراودد زحمه جدا ولازقين في بعض. بس مفيش فاصل من الفايبرس تيشو لمساحات كبيره ما بينهم. ليه؟ لان ده ورم حميد الهدف الاساسي لهذا الورم ان يكون اوعيه دمويه. اسمه ايه الورم اللي بيطلع في الجلد وبيكون اوعيه دمويه صغيره؟ اسمه كابيلاري هيمانجيوما. اسمه ايه؟ كابيلاري هيمانجيوما. يبقى عايز تقولوا لي ثلاث فروقات ما بين الكابيلاري هيمانجيوما والجرانيوليشن تيشو. انا كابيلاريز كتير. الفرق الاولاني كميه الكابيلاريز اكتر فين؟ هنا في الهيمانجيوما. في الكابيلاري هيمانجيوما ده اصلا ورم عايز يعمل كابيلاري فبلاقي فيه كراودد كابيلاريز زحمه جدا. كميه الفايبرز تيشو اكتر في مين؟ في الجرانيوليشن تيشو لان الهدف انه يكون فايبروزز. النقطه رقم ثلاثه الانفلاماتوري سيلز كانت موجوده فين؟ في الجرانيوليشن تيشو لان الجرانيوليشن تيشو جاي بعد عمليه نيكروزز فحصل معاه انفلاميشن صح؟ يبقى الكابيلاري المنجومه المميز في الشريحه دي كلها كابيلاريز. مش لون الشرط لون احمر. اشمعنى احمر يعني عشان ايه؟ انت قصدك ان جواه مش فيش جواه ار بسيس؟ مش شرط تلاقي جواه كابيلاريز ار بسيس. شرط هو دلوقتي لما تيجي ياخد سكشن بره من سكشن كده في التيشو الار بي سيز اللي موجوده ممكن ما تبقاش متثبته ممكن تقع مع تحضير العينه. يعني مش شرط ان البلاد فيسل دايما يبقى فيه ار بي سيز ده مش شرط. كويس؟ انما هي كابيلز تمام وكتير كراودد ومفيش ما بينهم فايبرس تيشو يبقى ده تيومر بيكون كابيلز اسمه ايه؟ كابيلاري هيمانجيوما تمام؟ طيب في ستراكشرز طبيعيه موجوده في السكيم عايزين نبص عليها برضه. احنا اتفقنا قلنا ده ايه يا اولاد؟ ده السكان ده الابيدرمس ولا الدرمس؟ ده الابيدرمس هو الطبقه اللي بره مش كده؟ ودي طبقه الدرمس بتاعت السكان مش كده؟ احنا قلنا ان التيومر ده بيحصل تحت الجلد على طول فبلاقي عندي مجموعه كابيلاريز كتير تحت الجلد. كويس؟ ولو تلاحظوا الكابيلاريز مفيش ما بينهم فايبرس تيشو. غالبا حتى هتلاقي اما فراغات يا اما ملزقين في بعض. ورم هو مش بيعمل فايبرس تيشو. ورم هدفه الاساسي يعمل كابيلاريز. طيب شويه استراكشرز طبيعيه موجوده في الجلد ممكن الاقيها اه في حاجات طبيعيه ممكن تبقى موجوده في الجلد ممكن نشوفها كويس مش هتغير التشخيص ده ارتر كبير مثلا ده شريان كبير قوي موجود في الجلد وهو شايلين العينه بتاعت الجلد طلع معاها ارتر عادي جدا لاي جيش ممكن تلاقي فيه ارتر طب وده ايه الكور البيضاء الكبيره ديت ايه يا شباب وده الهايبودرمس دي طبقه الجلد الدهون اللي موجوده تحت الجلد كويس ودوت ايه ده برضه عباره عن ارتر تمام ودوت فين؟ عادي جدا يعني دي بلاد فيسلز اصليه انما الكابيلاري هيمانجيوما حجم البلاد فيسل كبير ولا صغير؟ صغير جدا وكميتهم كتيره ولا قليله؟ كتيره جدا في ما بينهم فايبرس تيشو ولا ما فيش؟ تقريبا خلاص؟ ده بالنسبه للكابيلاري هيمانجيوما في عندنا شايفين الاثنين ثلاثه الاثنين ثلاثه التيوبولار ستراكشر في النص دول التخان قوي الزرق دول شكل الكابيلاري ولا شكلهم مختلف؟ مختلفين في ايه؟ اتخن شويه صح؟ انجذاب تخين دي مش كابيلاريز طبعا. امال دي ايه؟ دي سويت بلانز. دي عباره عن ايه؟ سويت بلانز. دي حاجات طبيعيه موجوده في الجلد مالهاش علاقه بالتشخيص بتاعها خالص. دي سويت بلانز. تمام ودي اير كواليتي اهي. خلاص يا شباب؟ يبقى احنا عندنا في السكين الخلاصه ان عندنا في السكين لو قال لك سكين عندنا اربع احتمالات، الاحتمال الاولاني اللي انتم شايفينه قدامكم ده اسمه ايه؟ اكتيريا مايكوز، نعرفها ازاي؟ هو زرقاء كبيره عباره عن بكتيريا كارنز ومحوطه بالانفلاماتوري سيلز معظمهم نيوتروفيل وباست سيلز، النقط البينك الصغيره. طيب الاحتمال رقم اثنين في الجلد اسمه ايه؟ سكويما سيلز اللوم، عرفها ازاي؟ الجلد بدا يعمل كابيلاري بروجكشن، الاحتمال رقم ثلاثه في الجلد عندي اسمه ايه؟ جرانيوليشن تيشو لو تلاحظوا في مساحات واضحه من الفايبرز تيشو ولا مفيش اللون البينك مساحات كبيره اكتر من الفيسلز الاحتمال رقم اربعه كابيلاري هيمانجيوما قارن الصورتين ببعض مين في كابيلاريز اكتر؟ كابيلاري هيمانجيوما اوفر كراودد كابيلاريز صغيرين مساحات ضيقه ما بينهم مفيش ما بينهم فايبرز سكور تمام؟ انما بالنسبه لجرانيوليشن تيشو نقط انفلاماتوري سيل تحس ان تيشو فيها عك كتير قوي تيشو لسه متصلح في عندي انفلاماتوري سيلز الدنيا ملخبطه كابيلاريز كتيره شويه كبار شويه صغيرين فيهم دم ما فيهمش دم دم بره عك جرانيوليشن تيشو دي مرحله عك قبل الفايبروزز انما التيومر ده ويل فورم تيومر منظم عمل لنفسه كابيلاريز جديده كتيره منظمين قريبين من بعض مفيش ما بينهم فايبرز تيشو كتير
تمام؟ دي الاربع شرايح بتاعت السكن، تمام؟ ندخل في السيستم.